السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم صحتكم على خير اموركم هانيه نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال كي جاكم صوتي اليوم <applause> مش كيس عليكم نيو في مسدودين كنهضر وكنحس براسي صوتي محبوس ما عرفتش واش صوتي مغير ولا انا اللي كيتهيئ ليا ما عليناش واخا شويه عيانه ضروري نطلع لكم ما نغبرش عليكم كونو هانيين مهم البنات لا فيديو ديال اليوم شي حاجه غتعجبكم وبزاف فيديو باش نعلن لكم على موعد لايف جديد كنت نش... كنت ناويه ندير لكم اليوم صراحه الله مي غنخليه حتى لغدا سي غدا, غدا. مع التمنية ان شاء الله باذن الله غادي يكون عندنا واحد لايف البنات واحد مولاي لايف ديال لي برومو ما لكم داك اللي كيعجبكم واحد لايف فيه تخفيضات توب اتمينه زوينه بزاف 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 <applause> وبطبيعه الحال غادي تكون عندنا رابحه وحده منكم الف النت وحده منكم غتربح معنا ان شاء الله غدا في اللايف كونوا في الموعد هجوم على اللايف اللي غيكون غدا مع التمنية العشية غيكون عندنا دي بخومو البنات آه، غندير لكم في موكاسان وغنشوف شنو يقدر يكون مازال وبالنسبه للهديه اللي غتكون عندنا وحده من منكم بيان سيغ غادي تربح موكاسان او شوا يعني اللي غادي تربح هي عندها الحق تختار الموكاسان اللي بغات من لا كوليكسيون بيان سيغ اللي, اللي غنوريكم غدا نو اللي بغات النمره بيان سيغ ديالها وهذا ما كان البنات هذا الشيء علاش دخلت عندكم اليوم يلا هنتلاقاو غدا ان شاء الله مع الثمانيه ديال العشيه في اللايف اللي غادي يكون كيف قلت لكم غيكونوا فيه تخفيضات خياليه السلام عليكم تهلاو لي فريوسكم نتلاقاو ان شاء الله قد...